نعم، الحافلات السياحية التابعة لمكاتب السياحة والسفر المرخصة تجوب مدن ومحافظات المملكة لنتعرف على بلدنا أكثر. لهذا صباح المملكة الغنية بتراثها وحضارتها وتنوعها جغرافيا مناخيا وتاريخيا أيضا. جائحة كورونا من ضمن إيجابياتها أنها عرفتنا على مناطق المملكة بشكل أكبر. هذه الحافلات تنطلق لمدن مختلفة في القطيف، تحديدا رحلات من القطيف إلى الجبيل، الأحساء، إضافة إلى رحلات إلى الجنوب، جنوب المملكة، أبها، جدة، ينبع وغيرها أيضا. هذا من سلبيات جائحة كورونا بعد توقف رحلات الطيران والرحلات الخارجية. حديث أكثر حول السياحة الداخلية، نتواجد في أحد مكاتب السياحة والسفر لنعرف كثيرا عن هذه الرحلات. معنا الأستاذ جمعة الأوجامي ليطلعنا على ذلك. أستاذ جمعة، صباح الخير، وحدثنا عن السياحة الداخلية في ظل الجائحة. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للجميع، صباح المحبة، صباح التفاؤل للجميع إن شاء الله تعالى. حقيقة لا، أولا أن انتشار جائحة كورونا تأثرت تأثر كبير على القطاعات العامة العالمية، ومن ضمن أهم القطاعات هو قطاع السياحة. بس الحمد لله رب العالمين، دولتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وقيادة أيضا ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى، استطاعوا بكل حكمة وبكل جدارة أن نتخطى هذه الجائحة، وبالتحديد بقطاع السياحة، حيث بدأنا برحلاتنا السياحية الداخلية إلى منطقة أبهاء حاليا ومنطقة الأحساء في الصيف الماضي، وأيضا الجبيل، وذهبنا أيضا إلى ينبع وأملج، والحمد لله رب العالمين. موجود يعني بكل صراحة وأمانة، يعني الشعب السعودي استجاب كثير وانطلق في رحلاته السياحية الداخلية، وهذا أندل فيدل على أن الدولة السعودية يعني ثابتة وفيها طبيعة زاخرة ووجود البنية التحتية إلى هذه السياحة الداخلية، ولله الحمد. لو تحدثنا عن تكلفة هذه الرحلات، سواء للرحلات القصيرة للجبيل والأحساء أو الطويلة إلى أبها وجنوب المملكة. بكل أمانة وصراحة بأن السعر رمزي جدا وسهل وميسر للجميع. ما أعتقد أن أحد لا يستطيع السفر إلى هذه الأماكن الجاذبة. تقريبا يعني مثلا الأحساء خذ مثال 45 ريال 40 ريال، أحيانا تصل إلى 30 ريال طبعا يوم لمدة يوم كامل، بالإضافة إلى الجبيل نفس السعر تقريبا. أبها لمدة 5 أيام يعني من 600 ريال إلى 950 ريال، بالإضافة إلى أملج اللي هو ينبع نفس الشيء تقريبا 950 ريال لمدة 5 أيام. ماذا لو تحدثنا عن الإجراءات الاحترازية سواء في الحافلات أو في مقرات السكن؟ طبعا حسب التوجه للدولة السعودية ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين، نحن التزمنا بما الدولة السعودية قالت لنا بأن لابد الاحترازات تكون على أتم وجه، يعني تعقيم الباص، تعقيم الفنادق، توكلنا، لابد من وجود توكلنا وأنه ما في أحد مصاب، بالإضافة إلى الكمامات المعقم كلها موجودة في الباص وفي الفنادق. ماذا عن عدد الركاب أيضا في الحافلات؟ طبعا أحسنت، هذه شيء نقطة مهمة جدا، لأن التوجه لابد أن يكون لكل فرد كرسيين. يعني إحنا الآن من قبل الجائحة نأخذ 50 إلى 48 شخص في الحافلة، أما الآن لا، حد أقصى 24 شخص فقط، بالإضافة إلى السائق 25 فقط، وإلا يعني أكثر شيء 20 إلى 24، على أساس يصير فيه تباعد كما حثت الدولة. كيف هي ردود الأفعال للزوار لأبها وإلى جنوب المملكة أو غربها أيضا في حال تواجدهم؟ بكل صراحة إن الحمد لله رب العالمين، اللي يروح برا في الخارج يشوف الطبيعة موجودة وفي استقطاب حسب رؤية 2030. الحمد لله رب العالمين، يعني جميع الأمور موجودة، البنية التحتية
ورؤية 2030 إن شاء الله تعالى نستقطب إلى 50 مليون حسب ما نصت عليه الحكومة، وبإذن الله تعالى سيكون هذا موجود في الدولة بإذن الله تعالى. أما بالنسبة إلى الدولة غنية جداً ولجذب السائح، يعني خذي مثال مثلا، ذهبنا إلى الرحلة في عيد السابق، ذهبنا إلى أملوج وإلى ينبع، يعني ما شاء الله الطبيعة، البحار، البنية التحتية موجودة، الفنادق، كل شيء يعني ما يختلف عن الخارج. إضافة للآن أبها عندنا رحلات أسبوعيا موجودة أيضا بعد البنية التحتية، في التلفريك، في الجبل، في عندك التراث، في عندك القلاع، موجود كل شيء. التوجه هذا ندل على شيء، فيدل على السياحة في الدولة السعودية تبشر بخير. وأنا من خلال خبرتي الآن أكثر من 12 سنة، يعني صراحة أقول الدولة السعودية زاخرة وغنية بالطبيعة جدا. شكرا لك أستاذ جمعة. نعم معك سارة. رحلات سيتم التخطيط لها مستقبلا إلى شمال المملكة، تبوك إلى جازان أيضا. يعطيك ألف عافية شادة الحايك، شكرا جزيلا. يعطيك العافية.